انطلقت صباح اليوم بقصر المؤتمرة في نواكشوط أعمال النسخة الثانية من المؤتمر العلمي الدولي للسرديات وتحليل الخطاب المنظمة من قبل جامعة نواكشوط. وقد جرى افتتاح هذه التظاهرة العلمية بحضور أساتذة وباحثين وطنيين ودوليين. الوطنية يأتي تنظيم هذا المؤتمر العلمي في نسخته الثانية من قبل وحدة السرديات وتحليل الخطاب بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة نواكشوط بحضور لفيف من الباحثين والمهتمين بالشأن العلمي. تظاهرة مكنت من إبراز الأهمية التي توليها السلطات العمومية للبحث العلمي بشكل عام. إن انتظام مؤتمركم العلمي الدولي هذا وتواصلكم العلمي يبين بجلاء نجاعة الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي التي وضعتها الوزارة والإطار التنظيمي المنظم لهياكل البحث العلمي ومؤسساته. ولولا الدعم السنوي الذي تقدمه الوكالة الوطنية للبحث العلمي والابتكار لوحدات البحث ومخابره والدعم المصاحب الذي يأتي من المؤسسات الجامعية والوزارة لما كان للنشاط البحثي الملحوظ الذي نشهد من حين لآخر ظهور نتائجه في البحوث العلمية للباحثين والأطروحات التي يعدونها، وهو ما من شأنه الرفع من مستوى الرصيد الوطني للبحوث العلمية في المتداول العلمي. رئيس جامعة نواكشوط بدوره تحدث عن السياق العام لانعقاد هذا المؤتمر وما يحمله من رمزية ودلالة علمية. إن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في ظرف ثقافي وعلمي مهم، فهو ينظم ونواكشوط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي، وهو حدث بارز تساهم جامعة نواكشوط في احتفاليته بهذا المؤتمر الذي يشارك فيه حضورا وعن بعد ما يزيد على 30 من الأساتذة والباحثين من دول مختلفة: المغرب والجزائر وتونس ومصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والجزائر. يلتقون هذو الباحثين في محفل علمي للسرديين العرب للسرديات بعد الكلاسيكية من أجل رؤية عربية للبحث في سبل تطوير الدرس السردي في البيئات العلمية العربية، كما اجتمعوا العام الماضي في مؤتمر سرديات نواكشوط 2021. من ناطقة باسم الباحثين العرب المشاركين في هذه التظاهرة العلمية الدكتورة سلوى سعداوي قد بيّنت في كلمتها بالمناسبة الأهمية التي يكتسيها هذا الحدث في تعميق الحوار العلمي العربي في مجال السرديات، وتأكيدها مواصلة هذا اللقاء حتى يشمل المرافق العلمية العربية بشكل أوسع. أما مدير مدرسة الدكتوراه الدكتور محمد الأمين ملا إبراهيم فقد دعا نظراءه إلى مزيد من البحث ليواكب مستوى العناية والدعم الموجه للبحث العلمي من قبل مختلف الهيئات الوطنية المهتمة بهذا الشأن. المشاركون في هذا المؤتمر سيتابعون على مدى 3 أيام عدة محاضرات يقدمها أساتذة باحثون في مجال الأدب وخاصة السرديات وتحليل الخطاب ما بعد الكلاسيكية، وذلك بهدف تعميق البحث العلمي حول النقد الأدبي والخروج بنتائج من شأنها الرفع من مستوى البحث العلمي بشكل عام.